وسام، وسام الله يخليك جاوبني. وسام جاوبني. أوفيني، أنت أبد ما تستاهلين الوردة. ما راح أعوفك اليوم إلا تصالحني. ما سامحك قوة؟ ماكو ما تسامحني، اليوم تصالحني وسام ما أعوفك. وسام الخاطري. أنت خاطرك كبير عندي. خاطرك كبير عندي. واو. طيبة وسام بنفس القسم؟ غير تقولي لي صرتي مرحلة ثانية يا حبي. أقول أنت منو سمح لك توقفين هنا وتدخلين بالحكي ها؟ طيبة. 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 طب طب. خلاص انسي اللي صار. شلون انسى اللي صار وسام؟ وطلاب الجامعة. شو راح يغير نظرتهم علي؟ إذا نظل نباوع على نظرات الناس ونصير حساسين نموت قبل لا نعبر 30 سنة. أحبك. يا توم جوي جوي. هلاو هلاو هلاو. هسه لو جينا مشي مو احسن من هاي السياره؟ يعني الشوارع كلش كانت ازدحام، شو يسوي الرجال؟ ها بعد ما اكلتوا؟ لا لحد الان ما اكلنا، هسه نوصل على الغدا مو؟ ايه يلا والله ميتت من الجوع. أنا مو كل جوعانة بس أوكي أشارككم. أنا هم ما أريد آكل. لا لا هذا غدا إجباري. إذن أنا أفتتح الطلبات. يلا يلا. إذا أنت راح تطلب أكل أنا كل جعت أريد آكل. I want sushi. ولا يقعد راح أجاك إشان. ما تقول لي شلون تأكله؟ أحبه أحبه. طيبة أنت هم تحبين السوشي؟ ها؟ السوشي؟ سارة سارة. ها السوشي. إيش بيه السوشي؟ وسامي يسألني أحب السوشي لو لا. طيبة ما تحب السوشي؟ أي ما أحبه. ها شنو طيبة؟ ليش؟ شنو الشيء اللي ما يخليك تحبيه؟ سارة قولي لي ليش أنا ما أحب السوشي؟ طيبة ما تحب السمك إني. بالضبط. أي شيء بيه سمك أنا ما أحبه ولا أحب ريحته. إيش تختارون هسه؟ أريد باستا دجاج.
وانت طيبه شو تحبين؟ ساره شنو احب اني بالاكلات؟ طيبه تحب دائما شاورما. اي هل احبها؟ دجاج لا لحم؟ دجاج. ايه حيل طيبه الدجاج. اوكي تدري هيثم اني هم كلش احب السوشي، بس اطلبه مره ثانيه من تعزمني. كابتن أنا من رحت روما قلت خل أروح أجرب البيتزا مالتهم اللي خابصين بيها، طبعاً طلبتها بدون لحم بس جبن وخضروات، بس بوقتها يعني طلعت ما طيبة ما عجبتني كلش. إيه يجوز أنت رايح المطعم عاوي. يجوز. طيبة ليش ما تأكلين؟ طيبة تحب تأكل أكل على كيفها يعني ما تستعجل بيه. إيه أنا حلوة طيئة بالأكل، ما أكل سريع. خليها براحتها، خلي عينك بماعونك. لا تغص أنت، دير بالك. طيبة، أنت بيادة ولا أكلتي أكلة عجبتك وما موجودة هنا؟ تركية. إيه، أنا طيبة من سافرنا لتركيا أكلنا هناك أكلة كلش غريبة اسمها كوكورنيش. كوكور؟ شنو؟ كوكورنيش؟ ما تعرفها؟ هاي أكلة حيل مشهورة وغالية هم. كوكورنيش؟ شلون صار هاي؟ هي أكلة قريبة من القص بس فيها توابل كلش هواية، هالسبب حبتها طيبة. أي أنا شبعت الحمد لله. راح أقوم أغسل. ما راح تخلصه؟ لا خلاص بعد شبعت. أنا أخلص لك يا لا تخاف. خبص شو ما خلصته. ديناصور. شنو أنت أبد ما تشبع؟ خلصت أكلي وما شبعت، شو أسوي لك ها؟ يلا كمل كمل. يلا يلا. طيبة إذا ما تخلصين عادي أنا آكل بعدين لما. يلا عاد كافي. يلا دفتي الشغل وسكتي شنو وكلي بيدك.